صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها؟ يا جثة ما شيعت يوما ولا نحو القبور سعت بها أقدامها. بالله هل شيلت جنازته وهل صلى صلاة الميت بالله هل شيلت جنازته وهل صلى صلاة الميت إمامها؟ بالله هل واريتموها في الذرى وهل استقرت في الحوض رمامها؟ تحفظ البيت لولا ما غسلوا ولا له في كفن يوم الطفوف ولا مذنوب عليه رداء حاكت له الريح ضافي
مئزر الوردة واحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة أوصالك الهم قطع وتصطى حتى خنصرة من كف اليمين بالشمس مرمي على الثرى عريان مسلوب قلب العدو من شوفته ينفد ويذوب مطعون بضلاعة وقلبه بسهم مصيوب ويما رضيعة ونضن هذه جثة حسين ويما ولاي مثل القمر نوريتنا كثر الطعان والغراب ما غير جماله ما تنحص جروحه معفر على شماله الله يساعد قلوب هل فقدتها الاثنين شفنا جفه تصور الصوره قدامك خلها قدامك شفنا شباب وجسمه معفر بالتراب عريس جلوا في جفوفه أثار الخضار معلوم قلب أمه عليه تفتت ما ظنت بين العرس والذبح يوم شفنا وفطر مرايرنا جسد صوب الشريعة لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندان جفل فجيعة قطعوا على جهود العدى شمالة واليمين من شوفته تلوح الشجاعة وشدة الباس ازنود بلي جفوف والجفاف راس وانظن عليه الفارس المعروف عباس قطعة على جود العدا شماله واليمين كلكم اقرأوا وياي كلهم بلا يا أجسادهم داست عليها الأحوجية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي
صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبدؤوكم، فإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح، ولا تلحقوا مدبرا، ولا تكشفوا عورا، ولا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذني، ولا تهيجوا امرأة ولا تضربوها، ولو شتمت أعراضكم وأمراءكم وصلحاءكم فإن النساء ضعاف عقل ودين، وإن الرجل في الجاهلية كان ليهيج المرأة فيعير في ذلك إلى عقبة. لعل الحديث يعد في البداية غريبا نوعا ما، ونحن في صدد تأبين هذا الشهيد الراحل، والحال بأن هذه الكلمات من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تبين آداب الإسلام في الحروب وفي مواجهة الخصوم. ولكن ترتفع هذه الغرابة وتزول هذه الدهشة إذا رأينا وحشية ما يصنع بشهدائنا ومعتقلينا، فكأنما الأمر قد انسلخ عن آداب الإسلام بل آداب الإنسانية. فسأعرض لك في هذه العجالة التي لن تتجاوز أكثر من ربع ساعة كيف أن الإسلام دعا إلى أمر، وكيف أن اليوم يعيش الناس البعد عن الدين وعن الأخلاق وعن الإنسانية. أنت إذا استلمت جثة شهيد، إذا خرج لك معتقل، تجد جثمانه قد عبث فيه، تجد أساليب التعذيب والضرب واضحة وباقية، هذا مع العلم أنهم يحاولون إخفاء الأثر، إلا أنه من فرط التعذيب لا يتمكنون من إزالة تلك الآثار. كل ذلك بخلاف ما دعا إليه الإسلام، وهذا هو أجلى مصداق وأظهر مثال، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. دعني أمر معك في عجالة حول امتيازات حكومة علي، لتعلم بأن الحكومات اليوم تعيش في منأى تماما عن أسلوب علي وعن سياسة علي. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو أول من أسس جهاز الشرطة. اليوم احنا نسمع في الدول العربية اكو شيء يسمونه مراكز شرطة، اكو شيء يسمونه شرطة المجتمع. اسأل أي رجل من رجال الأمن، غير يسمونك أنت شرطي، غير أنت تنتسب إلى جهاز الشرطة، دائرة الشرطة، تداوم بمركز الشرطة. شنو معنى الشرطة؟ شرطة شنو معناها؟ هذا مصطلح وضعه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما استخدم هذا الاسم لأنه تشارط مع المنتسبين لهذا الجهاز، جهاز الأمن. جهاز الأمن ما يجيبون أي واحد يا إخواني يوظفونه حتى لو كانت عنده شهادة أكاديمية، لابد أن يمتاز بعدة امتيازات، منها العدالة، منها الانضباط الخلقي والسلوكي. هذا أنا باكر راح أسلم أعراض الناس، باكر راح أسلم حرمات البيوت، باكر راح أخلي بإيده بريء ما يقدر يدافع عن نفسه، هذا راح أعطيه سلاح، راح أخول استخدام السلاح. شلون أعطيها إلى واحد هو كسائر الناس قابل للانفعال، قابل أنه يوم من الأيام فرضا طلعت أم، طلعت زوجة ترفع صوتها، يروح يتشفى من هذه الزوجة أو من هذا الأم في هذا الولد المعتقل. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه
وهو أول من أسس جهاز شرطة، يعبرون عنها شرطة وليس بشرطة كما هو متداول، اشترط عليه واشترطوا عليه، قال اشترطوا فإني أتشارط معكم أن تمتثلوا لأمري ولكم الجنة. يعني أنتوا نظير التزامكم الطالبون يوم القيامة بالجنة. دورهم ذول اللي انتسبوا كلهم عمي فقهاء، الشرطي ما يصير أي واحد، لا فقهاء علماء خلص، مثل منو؟ مالك الأشتر، مثل منو؟ عمار بن ياسر، مثل منو؟ هاشم المرقال، مثل منو؟ الأصبغ بن نباتة، مثل منو؟ الحسن والحسين، مثل منو؟ قنبر. دورهم أمير المؤمنين استنقاهم، ما راح يدور مرتزقة يدور إلى لقمة العيش ويجي، فقط يريد أن يتقرب من السلطان والحاكم. هذا كله بخلاف سياسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، حال الأسر، حال الاعتقال، شوف إذا اعتقل المعتقل في حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يعامل المعتقل؟ هل يعامل كما نرى اليوم؟ يؤخذ قسرا، يؤخذ بعنف، يتعرض إلى الإيذاء، يتعرض إلى الضرب. أي واحد معرض إلى الاعتقال، أصحاب القدرات، أصحاب المواهب، هذا يذب بالسجن؟ لا، شوف في لما ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، من اللي داوى علي بن أبي طالب؟ من اللي عالج جراحة أمير المؤمنين؟ من اللي جا كشف عليه؟ ترى واحد معتقل، تدري لو ما تدري، هذا الجراح اسمه أثير ابن عمرو السكوني، سامع عن هالاسم لولا؟ خليها بذهنك هذه المعلومات، استغلها وخليها بذاكرتك حتى تعرف عظمة التشيع وعظمة زعيم التشيع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في معركة اسمها معركة عين التمر، هذه بأطراف كربلاء، اعتقلوا مجموعة من أسار الحرب. أمير المؤمنين قال مو أي واحد أنا أذبه بالسجن، فرضا عنده قدرة، فرضا عنده طاقة، فرضا عنده مهنة تخدمني، هذا أنا أستفيد من وراه، مو دكتور العالم كله يتمنى يستفيد من وراه أروح أذبه بالسجن، هذا ما هذا مو بسياسة علي. فجابوا له واحد اسمه أثير ابن عامر السكوني، قال له أنت شو تشتغل؟ قال له أنا جراح، وبالتاريخ يقولون عنه جراح صاحب كرسي. تعرف صاحب كرسي شنو يعني؟ اليوم تسميها انت بمصطلحك الحديث استشاري، يعني مو فقط دكتور، لا لا، الدكاترة يستشيرونه. قال مو حرام هذا طبيب اروح اذبه بالسجن؟ هذا جراح بدل ما استفيد من عنده اقضي على مواهبه وعلى قدراته وعلى ملكاته في المعتقل، هذا اي ذوق سليم يقبله. فصار طبيبا، قال له انا ما اذبك بالسجن، لكن عندي انا مجموعه من الاشخاص علمهم الطبابه، علمهم الجراحه. فاسس كليه اطباء لهذا المعتقل، هذا هو علي بن ابي طالب. وين دور اليوم اللي يروح ابحث؟ روح ابحث، قول لي في وين، في شرق الارض او في غربها، امريكا، بريطانيا التي تدعي المحافظه على حقوق الانسان، وين اكو معتقل سياسي هو الذي يعالج رئيس الدوله؟ وين صار؟ ما صار إلا في حكومة علي بن أبي طالب، لأن عليا أحسن إلى الناس فأحسنت الناس إليه، هذا هو أمير المؤمنين. جابوا له أثير ابن عمرو السكوني وهو معتقل، هكذا ورد في التاريخ، أسره خالد في معركة عين التمر، وهو الذي فتح جراحة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعد شوف عظمة الإسلام إلى أي حد. المعتقل هذا من يريدون يعتقلونه شلون يعتقلونه؟ خلي نفترض هالفرضية هذه، يمكن ما أدري هالمسألة مرت عليك يوم من الأيام لو لا، بس موجودة عندنا بالأحكام. لو أن هذا الأسير، هذا المعتقل يريدون، فرضا صدر عليه حكم بالاعتقال، يريدون يعتقلونه، ما راد يسلم نفسه، هل يجوز للمعتقل، هل يجوز لجهاز الشرطة أن يجروه عنوة وقسرا، أو أن يضربوه حتى يركبوه في السيارة إلى السجن مثلا؟ لو امتنع، هل يسوغ لهم ذلك أن يضربوا المعتقل؟ العلماء والفقهاء إلى الآن ما بتوا في الأمر، قالوا بأي حق؟ فرضا امتنع،
فإجوا حطوا صورة من الصور أنه يضيق عليه، يعني يجون مجموعة من الشرطة بحيث أنهم يجرون بحيث لا يؤذونه ولا يجرح ولا يجرحون كرامته. موجود هذا عندنا حج اليوم؟ قل لي بدولنا موجود، بالسياسات اليوم موجود، شقد مؤتمرات لحقوق الإنسان وشقد مفاخرة، هذا موجود؟ هل مسألة معروضة؟ وين كرامة الإنسان؟ كرامة الإنسان لا نراها إلا عند أهل البيت، إلا عند أمير المؤمنين. بعد خلاص مجلسي اكتفى الآن، هو مجرد إشارة. هذا الذي ذكرناه كل تعريض بجسد قد مثل به وهو في ريعان شبابه، ما رعيت حرمة الإنسان فيه، وما رعيت كرامة ابن آدم فيه، ولا عومل حتى على أقل التقادير إن لم يكن بالقانون في مبادئ الإسلام. وين مبادئ الإسلام وين سياسة اليوم؟ تعال أقول لك سياسة الإسلام شلون. شوف في معارك النبي صلى الله عليه وآله، أكثر شخص آذى النبي من المشركين تدري منه؟ أبو جهل. آذى النبي أذى لا يقاس ولا نظير له. لما كان النبي في مكة، إذا إجا النبي يريد يصلي ينتظر من يسجد النبي، يأتي أبو جهل فيضع نعله على رأس رسول الله ويفرك وجهه بالحجارة الخشنة، كان يؤذيه شتما سبا. هذا الآن النبي من حصل فرصة دي غير يتشفى بتعذيبه، لكن تعال وانظر إلى غيرة الإسلام وإلى غيرة نبي الرحمة. يقولون أبو جهل تعرض إلى طعنة فوقع، فمر عليه عبد الله بن مسعود أحد الصحابة، وهذا أوذي كثيرا وعذبه أبو جهل تحديدا، هذا ابن مسعود عذبه أبو جهل تحديدا، فالآن شايف إنه طعين، قال هذه فرصة الآن للتشفي، هذه فرصة الآن للانتقام، هذا ما قصر بينا، آذاننا احنا لما كنا في مكة أيام الاستضعاف، آذاننا أيام هذا، الآن أجيل. فجاء ابن مسعود وصعد على ظهر أبي جهل يريد حز رأسه، صعد على صدره، هو فتح عينه، قال له منو أنت؟ قال أنا ابن مسعود الذي عذبته بيدي. قال أنت يا ابن راعية المعزة تريد قطع راسي؟ يقول أنا كنت أتمنى، شوف الغرور، أكو ناس يجيهم الغرور حتى في وقت الموت، قال أنا تمنيت واحد غيرك اللي يقطع راسي، بس أنا أطلب من عندك طلب. قال له أي طلب؟ أنت مقتول لا محالة. قال له أدري، بس غير تريد تقطع راسي؟ قال له إينا. قال له شلون تقطع راسي؟ من وين؟ قال له من الرقبة. قال له لا، إذا أردت قطع رأسي فاقطعه من الأكتاف. الله أكبر، شوف الغرور، من طرف الأكتاف. قال له ليش؟ قال له حتى إذا صفت الرؤوس يكون رأسي أعلاهن وأرفعهن. عمي إلى اليوم أكو فراعين هالشكل، فرعون مو واحد، نمرود مو واحد، الدنيا كلها فراعين، حتى بالموت الفرعنة تطلع. قال له من تصطف الرؤوس ما أريد أنا يتساوى رأسي بالرؤوس المقطوعة، أريد رأسي أعلى الرؤوس، فأنت اقطع الرأس من طرف الأكتاف. قال له نكاية بك يا أبا جهل، لأقطع رأسك من الفكين حتى يكون رأسك أقصر الرؤوس. خلى السيف عند الفكين وبتر من المنتصف. هو غير على النبي، هذا ابن مسعود غير على النبي، يقول هذا آذان، أنا ما ناسي جروحي كلها، بس جرح النبي ما أنساه. إيش سوى؟ أخذ رأس أبي جهل المقطوع وربطه بحبل وصار يجره على التراب. النبي صلى الله عليه وآله من بعيد شافه، قال هذا منه؟ قالوا له هذا عبد الله ابن مسعود. قالوا ايش حامل بيده؟ اشوف شيء ورايا تدحرج، هذا شنو؟ قالوا له يا رسول الله هذا رأس أبي جهل، غير آذاك، غير أهانك،
غير إجا خلنا على راسك. ابن مسعود شايل هذا الانتقام بقلبه، قال إذا مكنني الله من أبي جهل لأنتقمن إلى رسول الله فيه. قال يعني هذا يركض براس مقتول؟ قال له لأي نعم يا رسول الله. وإذا بالنبي هرول يركض وهو يقول يا ابن مسعود أنزعت الرحمة من قلبك؟ ولك خاف الله؟ هذا قتيل ما يقدر يدافع عن نفسه، قاطع راسه ورابط الراس بحبل وتركض به، حرام، اتق الله، لا يتجوز المثل ولو بالكلب العقول. شوف نبي الرحمة اجا اخذ الراس وقام ينفض التراب، هذا اللي أذاه صار ينفض التراب من عليه، واجا وخلى قال واروهم في التراب ولا تعطلوا جنائزه، حفروا لهم قبور لا تبيتونهم الليل على التراب. اشوف انا احكي وناس تبكي، شو احنا قارين مصيبه عمي؟ انا احكي لك سيره، انا احكي لك تاريخ، لكن ادري قلبك وين راح. هذا أبو جهل رأس المشركين، وهذا حنان النبي، وهذه شفقة النبي، وابن مسعود مو عن قصد وإنما غيرة على النبي، راح يركض رسول الله. قال لا تشيلوا الراس وتلعبون بي على التراب، تجن عندك حجاية ويا رسول الله، تقول له يا رسول الله هذه غيرتك على أعدائك، من ويجا شال ابنك على التراب يا رسول الله؟ من ويجا شال أبو علي عن واهدة الرمضة؟ من ونزل رأس الحسين عن رأس الرموح؟ أنا أريد أختم وأنزل، بس ما أدري اللي غسل علي ويانا في الماتم لو لا، أريد أسأل اللي اشتغلوا بالتغسيل، تغسيل جثمان الشهيد، كم ساعة أخذتم في التغسيل؟ طولت وياه ساعة لو أكثر، أكثر يمكن ساعتين. عمي مو اليوم بطولة، قل لي زين العابدين كم ساعة قضاها ويا أبوه؟ من أول النهار إلى آخر اليوم. انت تقول لي وين صارت هذه؟ تغسيل جسد ياخذ يوم كامل؟ عمي مو تغسيل شهيد، ما يحتاج الى تغسيل، الحسين ما يحتاج الى تغسيل، شو اللي عطل زين العابدين؟ يدور في البيداء يدور على اوصال ابوه. احرق قلبك اليوم، خليها الدمعة وهلونا نور في ضريح شهيدنا الراحل وقبور شهدائنا. مر عليك الكلمة لولا سيد حيدر الحلي يقول يوم صاح الله يا حام الشريعة أتغض وهي كذا مروعة، ماذا يهيجك إن صبرت بوقعت الطف الفظيعة، أترى تجي فجيعة بأمضة من تلك الفجيعة. شصاير سيدنا؟ قال حيث الحسين على الثرى خيل العدا. ايش سوت؟ عمي ما قال كسر الضلوعة، سيد حيدر مجاهل عالم، ما قال خيل العدا كسر الضلوعة، قال طحنت. تدري ايش تسوي؟ تصور، تصور الخيل اربع حوافر عدها تصور الحسين، يعني مو تمشي عليه وتتعدى، لا لا لا، توقف على الجسد، تشيل رجل تنزل رجل، تشيل رجل تنزل رجل، لا تتحرك عن جسد الحسين حتى تفصل لحمه وعن عظمه. صدق مصيبة شهيدنا عظيمة، لكن مصيبة الحسين أعظم، والله أعظم عمي. زين فصلت اللحم عن العظم، هذا اللحم وين راح؟ والله هذه حتى يوم عاشر ما تسمعها، ما اقول لك خطيب ما يجيبها يوم العاشر. شالت اللحم من العظم، وين راح اللحم؟ في حافر الخيل.
وراحت الخيل تركض شوف وين الذبة وصار لحسين عام. ولهذا من الصباح إلى الليل زين العابدين يتوكى على عصاه ويدور أوصاله. انت يا عبد الغني يوم اللي جابوا ابنك قالوا لك استريح احنا نغسل نيابة عنك، امامك زين العابدين هو اللي مع علته يجهز ابوه ويدور أوصاله. لما في باريا نزل بالقبور، ظل قاعد عند القبور حاط ايده على خده. ابو محمد ما تدفن ابوك؟ قال كل شي لميته، القلب اللي طلع السهام جبته، الخنصر المقطوع جبته، الكفين جبتهم، لو صال اللي شالتها الاعوجية جبتهم، اش تنتظر؟ قال باقي الراس. تقدر تسمع لو خليه ايه تقوم جيب الراس ابو محمد؟ قال وين اجيبها؟ الراس عند عبيد الله ابن زياد يضربه بالخيزران ويكسر الراس. ايه والله نروح لزينب شوية والله بكى حتى يوم عاشر ما باجيها المواجي، بس جرح الحسين بقلوبنا ما يندم. شوف يمكن اعظم ساعة هذول اهل الفقيد اهل الشهيد من رجعوا يوم تلقتهم النسوان، وين دفنتم علي؟ اي صوب قبره؟ صوب صبري ويقبور الشهداء. ونت النسوان تشلع القلب. راجع زين العابدين ولا النسوان قدامه، وقدام النسوان واحدة حاطة ايدها على خاصرتها. تقول يا علي ابني امش دمك فرد مشده، يا ابني عادة الميت يصير على التراب خده. اعطيني مهلة حتى ترجع. تقول له يا علي ابني امش دمك فرد مشده، يا ابني عادة الميت يصير على التراب خده. يا يا شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما الميت من يريد يموت؟ زينب بتقول الميت من يريد يموت امامك الهدايرة عليك، هذا يحبه بخده وهذا يطيح ويشمدي. بس حسين لما مات اجاه الشمر يرفز بيه. شفت الصراخ اللي صار بالتشيع؟ شفت الضجيج اللي صار بالتشيع؟ اسمع زينب شو تقول. كل ميت بوقت الموت عليه تصير زلزالة، هذا ينزل بقبره وهذا يجيب شيالة. بس تجهيز اخوي حسين داس الشمر. هذه الاهل الفقيد نقراها. ليلة تنادي يا علي يا زين العباد، والله تخبرني عن ابن شيخنا ولا ذاك الجمال اشحل عليه بحر لوها. قالها يا ليلة عن عزيزك لا تسألي، لا تسأليني عن علي حال شعبني، بس عاينت حالة اخويا نهدركني.
حطيته بقبره يا يمه وزاد حزني وبس عاين الطول هم مدد هلت العين. كل واحدة تسأل يا جماعة بس واحدة واقفة عند الباب ما يجد تسأل يسأل هناك زين العابدين زينب يقول عم هذه مني هذه قالت ما عرفتها والله ما عرفتها جت الرباب تصيح قلبي من الحزن ذا اريد اسألك يا الذي واريت لحظة عن نور عين حسين قبل تهيل التراب شلت السهم منا ونسلت الجسد زين ما اقدر خذ اللي احر من عندك اذا هذا يوجع قلبك شوف الثاني شي يسوي يا حال شفت جنازته يا نور عين قالها بعرا قالت اسألك عن جميل شفت بعينك قال بس لا تشعبيني ليش حطيت عبد الله الرضيع بحفرة حسين وين خليته وين خليت ولادي ما حفرت لك قبر نفس اخوانه لا على صدر ابوك قال لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري حسين انكسر صدر ابا حطك على صدر خلاص نختم نختم وننزل بعد ما ظلت عندنا دموع عمي ظل فيكم احد ما بكى ظل فيكم احد ما نزلت من عينه دمعه بس اقرا هالبيت العلي اللي لو كان موجود كان حاضر يسمع من رجعة الرباب يوم الأربعين تمددت على قبر الحسين اجت زينب شالتها رباب قومي قالت زينب خليني يمكن اسمع وليد من القبر يناديني بعد طفل ود 6 أشهر في الظلام يمكن يحكي وياي ناديني خلتها وإذا تسمع صوت من داخل القبر صوت رضيع صغير تدري شي يصيح يما حضني يما حضني يما حضني اضلوا ابويا مكسر يما حضني كلكم اللي داخل واللي برا سمعوني اصواتكم نقرا هالبيت وننزل يما حضني تسمع ونتها وإذا تسمع صوت الحسين من داخل القبر يناديها يا زينب ليش ما جبت رقية يا زينب ليش ما جبت رقية أنا تمنيتك تجيبيها إلي تقل لي يا أخوي حسين لا تعتذر
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم عجل في زوال الظالمين، وفرج اللهم عن شيعة أمير المؤمنين، ترحم على شهدائنا، شهيدنا الراحل اللهم اشمله برحمتك ولقه غفرانا ليغنيه عن رحمة من هو من دونك يا رب، انتقم له ولنا من شر أعدائنا، اجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، خفف اللهم عنه ثقل الثرى واغفر لنا وله يوم يقوم الحساب، اربط اللهم على قلوب ذويه وقلوبنا بالصبر والسلوان إلى أرواح شهدائنا وروحه وأرواح موتانا وموتاكم، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.